قد يصفونك وأنك تتعاطف أحيانا مع فكر الأخوان المسلمين. بعض هذه التيارات تعرضت للاضطهاد وهذه مسألة تاريخية. كان الفكر الإسلامي شوه الإسلام وكيف نستطيع الفصل بين الاثنين؟ لا يمكن أن نبني أحكام ثابتة على قواعد متحركة. السعودية هي صاحبة المبادرة، الكويت والبحرين يعني شبه إجماع على الاتحاد، الإمارات هي الأكثر تحفظا، لماذا؟ الإمارات لا تريد تصعيد في المنطقة. هل ترى بأن تويتر هو من المنابر الذي قد يصنع القلاقل والخلافات أكثر ويعمقها؟ الزمن له تأثير. هاش خليجي في الأوقات التالية على دي أم تي في.